هنا شويه من الاول من هنا في الاول حتى في ديال الضوء هو كاين جاو البومبيات اللي راه لقيت العافيه شاعل صافي الحوانت مدقدقين كلشي مدقدق هادشي اللي انا راه تقريبا الله شي نص ساعه باش وصلت ولا ساعه المقال لقيت كلشي محروق كلشي مشاعله فيه العافيه كلشي مدقدق الالومنيوم كاين هادشي ديال عند بالنسبه لي انا عندي الدروغلي كاين صحاب الضو كاين صحاب كيبان لي واحد حتى هو كاين عنده داكشي ديال لي مواطار وديكاجورات وتا هو خلطه سلعه ناس العام انا جوطيه انا سلعه مخلطه ماشي سلعه اختصاص كاين معطر كاين هيلتيات كاين هذاك هادشي اللي كاين كل قبيل الشعر معلوم كاين معطر كاين انه حتى انا باش تشعل تافيا كيشدك شي ليسونس كاين البوطا لا بالليسونس الا يقدر يكون شي واحد لا البوطا ما كايناش الا خرجهم شي مول القهوه حدانا كيديروا اتاي هذوك شي صحاب ديال اتاي اللي كيعمروا اتاي هذوك عندهم الباط هذوك هما اللي غيكونوا خرجوا الباط بالنسبه للموالين المحلات ما عندهمش الباط الكبار انا هذه شهاده لله ما غاديش نقول لهم شي حاجه من داكشي اللي كاين السبب اخويا قال لي شي واحد كان كيسودي تم يا شكون اللي كيتحمل المسؤوليه هنا وشكون اللي هذا الله اعلم ان هذا العساس ديال الصف معلوم كاين العساس وين العساس شاد الليل النهار ما يقدرش يحكي يحبس موالين المحلات واش غدير السلعه راه ولات رماد بقى دير اش غدير سلعه ولا ترمواد اش غدير ما عندك ما دير اليوم بالنسبه كثر والجمعه كلشي جوطي يضرب غلب اليوم كيكون عندنا واحد اليوم ديال الروبو ربما شي اخ هنا كان كيدير شي اصلاح خفيف تتصلوا بنا الاخوان قال لك اجار العافيه شعل في الطرب جينا كنبقاو المحل شعلت فيه العافيه السبب ديالهم هو واحد التاجر هذاك التاجر جا اليوم دار واحد الاصلاح ربما عنده شي طاقه شمسيه ذاك الاصلاح شي باسري ديال الطاقه الشمسيه اللي قالوا الاخوان اللي تفرقع دارت هاد المشكلات فوق ما نقدرش نحسيهم ليك لان حنا كنا الفوق كنطفيو في العافيه ما نقدرش نقول لك الناس عندهم خساره كثيره لانه المحلات كرهتي واحد الساعه ما كانت تقريبا العافيه شاعله وكعرف هاد الشركه كيفاش شعلت الالومنيوم وشعلت في بوطات الحمد لله يا رب الجمعة خويا ما كنخدموش الجمعة الزوطية كلشي كيكون ساد الجمعة كيكون روبو ما كيكونش عندنا الضو مع الجمعة هذا الأخ يسحم المسؤولية ديالو وربما المحل عنده شي تصاب في الوجه ديالو شي جروح بسيط شي حرق بسيط وقيلا عند العلوج ديالو هذيك الجهة اللي تحرقات فيها الدراري اللي كيديروا داك الشيء ديال الكهرباء ديال الحوايج الضو وفيها الألمنيوم فيها شي محل ديال البوطة سمعت الخسائر غيعطوها غير المحلات ما غاديش نقدر نعطيك العدد